كانوا منهزمين بهدفين مقابل صفر، لا يقدر على فعل هذا سوى الألمان. 57 دقيقة لاعب كانوا منهزمين باثنين صفر، صاروا متفوقين بثلاثة صفر. سريع جدا وكأنه قطار شوط صمد أمام العودة الموفقة للمدافع السويدي نيلسون، ومع ذلك تمكن من مباغتة الحارس ولهم 3-2 في النتيجة للألمان. متعة الكرة الألمانية، متعة المنتخب الألماني، تستمتع عندما تشاهد ألمانيا تلعب اليوم، تلعب أمام